أنا هيا، عمري 3 أعوام. نعم، لا تستغرب عمري، العمر الذي بدأت فيه بتقبل ذاتي، شكلي، حقيقتي، وجمالي الذي لم أكن أراه، لأني قبل ذلك لم أعش عمري ولم أقدر ذاتي ومظهري. كان خيالي يشوه الواقع، كنت أخاف المرايا، عيون الناس، الأماكن العامة، الابتسامات المفاجئة، كل ذلك كان يعني لي رعبا. لم أكن أستشعر قول الله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كنت أراه شيئا لا يعنيني. كنت أخطو إلى الحياة بقلب خائف. كانت العزلة أفضل الأصدقاء. كنت مشتركا دائم العضوي في كل فعاليات الوحدة، أنعزل حتى عن نفسي. كل نظرة من غريب كانت تعني لي: ماذا يرى في وجهي؟ أي تشوه؟ دائما ما تخيلت أني قبيحة بما يكفي لكي لا يراني أحد. وقتها كان اضطراب تشوه صورة الجسم، وخيالاتي السوداء تملأ قلبي. إلى كل من شوهت مرآة الخيالات السوداء جمالهم: لا تخف كل هذه النظرات العابرة، يذهب كل ذلك وتبقى طمأنينتك. لا تخشى من طلب المساعدة حين يعلو الضباب مرآتك. هذه الحياة تمضي سريعاً، لذلك لا تدع خيالك يشوه جمالك. Thank you.